السلام عليكم ورحمة الله أحبتي في الله، مرحبا في الموعد الأسبوعي ليوم الخميس والخاص ب الوصفة الطبيعية الأسبوعية. اليوم جبت لكم واحد الوصفة، عاوتاني غادي نقول لكم غزالة بزاف ولكن والله تزوينة بزاف هاد. فالوصفة ديال اليوم هي في الحقيقة أكيد راه أنا مجرباها، لأن تقريبا هاد يومين يعني اضطريت أنني نخرج في الشمس وتكرفست على الوجه ديالي مزيان، فحسيت بأن الوجه ديالي شدات فيه الشمس. يعني كل واحد فينا راه عارف الوجه ديالو، عارف فاش كتشد فيه الشمس، فاش كتبان فيه شي حاجة. فحسيت بالوجه ديالي، وخا كنغسلو وخا كندير ليكرو، كنحس بالوجه ديالي طايب 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 بزاف عاد، وسخون، وبحال ما بقاش منتعش، بحال دبال. فقلت ضروري ما ندير وصفة زوينة اللي ترجع ديك الانتعاشة، ترجع شي شوية ديال الإشراقة، بس ما كانش الإشراقة عاود بزاف. المهم ترجع الإشراقة، ترجع الانتعاشة، وتزول تزول حتى داك الأثر ديال الشمس. كتعرفوا ملي كتكون الشمس هكا شادة في الوجه، سورتو انا الوجه ديالي كيتزنق بزاف، وابخي كترجع بالكحوله، يعني كيكون بحال واحد الظل، بحال واحد لومبغ كحل. فانا حسيت بحال كاين هذاك الظل، ما عرفتش واش كاين ولا ما كاينش، ولكن جاني انا هذاك الاحساس افورس تعرضت للشمس بواحد الكميه والكيفيه اللي هي طويله وقبيحه. كيف ما كنقول لكم راه واخا تكونوا دايرين ليكرون راه ما كيعطيناش حمايه 100%. فاحنا تكلمنا على هذا الموضوع وشرحناه ووضحناه. الوصفه ديال اليوم غادي نحتاجوا فيها واحد الحاجه اللي مهمه وضروري تكون، يعني قبل ما نعطيكم الوصفه فغادي نوريكم هذا القناع. هذا كيتسمى ماسك اون تيسو ولا ماسك اون بابيي، ولا كل واحد كيفاش كيبغي يسميه. بون هو هذا راه كيتباع، غادي تلقاوه في لي بارفيومري او لي بارافارماسي، غادي تلقاو كيتباع. كيفاش كيتباع؟ كيتباع هكا باكي باكي. الوغ باكي غادي تشريوها وغادي تبقاو تجبدو هادو هكا، سينو كتقدو تصوبو في الدار، يعني ساهل. كنديرو جوج بينات، وكنديرو هاد لابارتي هكا ديال النويف، وكنديرو البلاصه ديال الفم، يعني بشي طرف هكا ديال البونسمون اللي كيكون عندنا كبير، او طرف ديال القماش اللي يكون رقيق، ولا حتى كلينكس سي با غاف، يعني هكا بابيي يعني الكلينكس نصوبو به هاد لو ماسك. ليسونسييل هو اننا يكون عندنا ماسك فحال هذا. هاد المساله ضروريه في هاد الوصفة. غادي تقول لي وفاء صعبتي علينا، نو والله ما صعبت عليكم، راه غادي تلقاوه كاين وكيتباع رخيص رخيص. الباكي ما فايتاش 20 درهم، راه فيها بزاف، حاولت نحسبها، ولكن الا جيت نفكها ونحسبها جو ما كايناش 10، ما كنظنش ان كاين 10. هانتوما كتشوفوا ديجا ها هو واحد، وديجا انا دايره واحد في الوصفة. غادي يكونوا الا ما كانوش غيكون واحد 15 وزوين بزاف. علاش هاد لو ماسك؟ فهاد القناع القماشي فكيخلي الماسك اللي كنديروه للوجه ديالنا اون كونتاكت مع الوجه، على اتصال وثيق هكا بالبشره، وكتستافد منه البشره اكثر واكثر حسن من كنديروا لو ماسك يعني مباشره على الوجه ديالنا. وحتى يعني كيغطي لينا ديك البلاصه، ما كيبقاو العينين هكا، وكتبقى يعني كي انا كيعجبني انني نحطو هكاك على الوجه ديالي، كتحسي براسك انك دللتي راسك وانك درتي ماسك زوين. فغادي نحتاجو هاد كما قلت هاد القناع ديال القماش، وغادي نحتاجو شنو خديت انا؟ خديت خيار خديتو وبشرتو، ومنين بشرتو فانا هذا، فانا ما عرفتش كيبان لكم ولا لا، فانا خديت العصير ديالو. هذا راه الخيار محكوك، انا خديت العصير ديالو، خديت العصير ديالو تقريبا واحد ربع كاس ديال الخيار او نصف كاس، ماشي مشكله درتو كثير سي با غاف، نص كاس ديال عصير الخيار. واحتاجيت معاه ربع كاس، او عاوتاني درت نص كاس ديال عصير الخيار، غندير نص كاس ديال الحليب، درت ربع كاس ديال عصير الخيار، غادي ندير ربع كاس ديال الحليب اللي كنشربوه عادي، غادي يكون بارد طبعا ما مغليش. وخديت هاد القناع ديالي، خديته
ودرتو في هذيك الزلافه اللي فيها عصير الخيار والحليب. ها انتم كتشوفوا هنا بقايا ديال الحليب، حتى دازو لكم شي قشيرات هكا ديال الخيار، سي با غاف، ما كاين حتى شي اشكال. القناع ديالي ها هو كما كتشوفوه هو هذا، فراه تقريبا خليته واحد 15 دقيقه باش يشرب ليا مزيان 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 داك الخليط او داك المزيج ما بين عصير الخيار والحليب. قبل فاش حطيت القناع ديالي، القناع القماشي، حطيته باش يتشرب داك العصير، شنو درت؟ خديت بقايا البن ودرت بيها، درت بيها هي وزبادي طبيعي، درت بيهم عملية تقشير للوجه. منين تبغيو البنات تهزوا القناع ديالكم تستعملوه فغادي يكون شارب مزيان هذاك العصير انتما كتشوفوا. فغادي نحاول انني نعصره، ماشي بزاف ولكن غير الدرجه ديال انني فاش نهزو ما يبداش يتكتر ليا. هذا اللي بقى هنا راه غندير به انايا قناع اليدين ديالي، يعني ما غاديش نلوحو. فمنين كيتشرب ديك 15 دقيقه هذاك العصير ديال الخيار والحليب السائل، غادي نجبدو. ناري مسكين ولا حالته تنتف الوغ كيولي بحال هكذا نتوما كتشوفوه، وغادي نحطو مباشره على الوجه ديالي، وغادي نجلس به واحد 30 دقيقه. 30 دقيقه وانا بهاد الماسك، عرفتي دابا لبستو باقيين كتسمعوني؟ فوالا باقيين كتسمعوني؟ فوالا انا كنهضر دابا مزيان. فحطيتو على الوجه ديالي كله، غادي تحاولوا انكم تبتوه بيديكم باش يشد البلاصه ديالو، يعني لا الجهه ديال الانف ولا كله تحاولوا انكم تسرحوه، حيت هو في الاول غادي يكون مكمش شي شويه. فغادي تبتوه على الوجه ديالكم وغادي تمشيو ترتاحوا، شتو شي حاجه هكا في يديكم ولا المهم غير تبقاو غمضوا عينيكم وبقاو تستغفروا، ولا المهم انكم ترتاحوا وتخليو القناع القماشي المغمور بعصير الخيار والحليب السائل يدير العمل ديالو ويقوم بالخدمه ديالو على اكمل وجه. ابخي عرفتي ملي حطيتو بيا البنات على الوجه ديالي كنحس دابا الوجه ديالي تبرد، ما بقى سخون، كنحس بها انتعش. نتوما كتعرفوا ان عصير الخيار هو منعش وزوين، وهذا القناع هذا راه صالح لجميع انواع البشره، يعني الناس اللي عندهم بشره مختلطه جافه دهنيه ما كاين حتى شي اشكال، حتى الناس اللي فيهم حبشباب ممكن انهم يديروه لانه غزال بزاف 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 عاد. غادي تحطوه على الوجه ديالكم وغادي تخليوه 30 دقيقه، ابخي غادي تزولوه من الوجه ديالكم. انا دائما كنقول لكم الاقنعه من الاحسن انكم ديروها بالليل، بحال دابا مثلا انا هذا اللي درته بالليل، شنو غادي ندير؟ غنزول القناع القماشي وغنحاول نمسح به الوجه ديالي، وغنعاود نمسح الوجه ديالي بماء الورد، وغادي نمشي نعس، يعني ما غاديش نغسلو بالماء. هكا ملي غادي تفتحوا المسام في الليل فغادي يتشربوا ليا البقايا ديال القناع من على البشره ديالي، وهكا غادي تستافد البشره ديالي اكثر واكثر. قناع منعش مرطب مبيض، غير التزموا به راه غادي يعجبكم الحال. الا قديتو ديروه حتى يوميا فما كاين حتى شي اشكال، فراه ما غاديش ياذيكم نهائيا، بالعكس كل ما دار يوميا في هذه الفتره ديال الصيف سقطوا ملي ندخلوا للدار من بعد ما خرجنا او خدمنا او شي حاجه، يكون هو اخر حاجه نديروها في الليل، واكيد اكيد راكم غادي تلاحظوا الفرق. فكنتمنى ان الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها، جربوا الوصفات اللي كاينين في القناه كلهم غزالين وكلهم كيعطيو نتائج زوينه. ديروا ان بروغرام وكل مره ديروا حاجه، ولكن هذا ديال القناع ديال عصير الخيار والحليب السائل اللي عطيتكم اليوم ما كاين حتى شي ضرر انكم ديروه يوميا، ويكون اخر حاجه ديروها في الوجه ديالكم هو غادي يلطف لكم البشره، غادي يزول حتى داك الاثار ديال الشمس اللي كتكون في النهار وتكونوا يعني تضررتوا بها. الناس اللي غادي يمشيو ويخيموا في البحر او غادي يمشيو للبحر فهما كذلك يقدروا يديروه كاخر برنامج منين يبغيو ينعسوا، وراه غادي يعجبكم الحال وغادي تلاحظوا الفرق بزاف بزاف عاد. فكنتمنى انني نكون دائما عند حسن الظن. نتلاقاو بعد قليل في الموعد ديالنا كالمعتاد، كنقول لكم الى اللقاء بعد قليل.